وينضم إلينا عبر سكايب من عمان السيد عبد القادر عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي للحديث عن اتفاقية التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني وعن أثارها على القضية الفلسطينية والمشهد العربي بصفة عامة. أرحب بك معنا أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. سيدي، غارات صهيونية على قطاع غزة، إطلاق للنار على المتظاهرين على الحدود، هذه جاءت بعد أيام قليلة أو بعد ساعات قليلة من الاتفاقية بين الكيان والإمارات، في رسالة واضحة من العدو الصهيوني للشعب الفلسطيني ولعموم الأمة العربية والإسلامية. كيف تقرؤون ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وممارسات بعد توقيعه هذه الاتفاقية بالذات؟ من المعلوم تماما أن أي تطبيع مع الكيان الصهيوني هو لا يجوز ولا يمكن قبوله، وهو تطبيع خيانة. لذلك حقيقة السلطات الإماراتية عندما أقدمت على التطبيع أقدمت على تطبيع من جهة واحدة أحادي لصالح الكيان الصهيوني، وبالتالي هو لا يقدم شيئا ولا يؤخر للإماراتيين ولا للقضية العربية ولا لعموم القضية الفلسطينية في مقدساتها وفي شعبها، لأنه حقيقة لم يتضمن أي شيء ولا يوجد هناك أوراق ضغط إماراتية يمكن أن تجعل من الكيان الصهيوني يرتدع عن جرائمه داخل الشعب الفلسطيني، فضلا على أنه اعتراف صريح بأراضي عربية فلسطينية أراضي مسلمة تمنح لكيان مغتصب. جزء كبير من اليهود يرفضون هذا الكيان وقيام هكذا دولة. لذلك حقيقة ما أقدمت عليه السلطات الإماراتية غير مبرر، وهو لا يمثل الشعب الإماراتي بالمطلق. فلذلك لا يوجد هناك رادع أو ضمانات لهذا الكيان على أن الاعترافات المتتالية من الإمارات أو بعض الأنظمة العربية التي نصحها الميثاق الوطني وينصحها كل الشعوب العربية أن تتراجع عن هذه الخطوات التي لا تصب سوى دعاية انتخابية لحملة انتخاب ترامب القادمة. من المؤسف تماما أن دول عربية وأنظمة دول عربية تستخدم ورقة التطبيع لدعايات انتخابية لرئيس أمريكا القادم. لذلك حقيقة قضية يعني معيبة تماما على هذه الأنظمة، وهذا ما يجعل الشعوب تتحرك لانتزاع قرارها، لأن الشعب الإماراتي والشعب العربي لم يستأذن. لذلك تأتي الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تأكيدا على أنها لا تحترم المواثيق، وتأكيدا على أنها ستبقى تعمل على أن حدودها من النير إلى الفرات، وهذا شعار دولتهم الذي يراد منهم. على الرغم من ذلك، نحن نعرف أن بعض الدول العربية سابقا وقعت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني، والآن توقع الإمارات اتفاقية جديدة بعد تقريبا ربع قرن من آخر اتفاقية وقعت مع الكيان الصهيوني، لكن كان دائما التحدي الأبرز للصهاينة ولا سيما نتنياهو رئيس الوزراء الحالي أنه يريد أن يخترق الشعوب العربية والإسلامية، وهذا ما يفشل به مرة بعد أخرى. هناك رفض شديد من الشعوب العربية والإسلامية، وأنتم كميثاق وطني عراقي ترفضون هذا، وهناك منظمات كثيرة أخرى ترفض أيضا أن يحصل الاختراق والتطبيع العربي الإسلامي الصهيوني لا قدر الله. هذا التطبيع لن ينجح مطلقا، لأن الشعوب العربية والمسلمة حية، ولأن المسجد الأقصى لا يعني العرب فقط، يعني الأمة المليارية للمسلمين جميعا، وبالتالي الشعوب العربية قادرة على النهوض. لكن هذه الخطوة التي ظهرت من السر إلى العلن كشفت الأوراق وأسقطت أوراق التوت عن كثير من هذه الأنظمة، مما سيجعل الشعوب تعتمد على نفسها. الاتفاقيات الماضية كانت اتفاقيات أمنية، كانت اتفاقيات بعد معارك لدول على حدود، وهو ليس تبرير لهذه الدول. نحن ندعوها إلى الانسحاب من كل المعاهدات ومن كل عمليات اتفاقيات الإذعان مع الكيان الصهيوني، لكن كانت بعد حروب واقتصرت على الوضع الأمني. خطورة الاتفاقية أو التطبيع الإماراتي هو بدأ بالقضية الثقافية وتبادل الخبرات وتبادل السياحة وتبادل التجارة، وهذه خطوة لم تقدم عليها حتى الدول السابقة التي وقعت مع الكيان الصهيوني. فهذه الدول لم تستضف إسرائيليين ولم تسمح لهم بالقدوم، فضلا على أن الشعوب لا تريد رؤيتهم. وبالتالي ما يحدث أن خطوة الإمارات خطيرة تماما في محتواها وبنود اتفاقها التي أعلنوا عنها. لذلك الشعوب ستبقى حية،
وستبقى القضية الفلسطينية هي المعول الأساس وهي اتجاه البوصلة في تحديد الحق من غيره، ولذلك لن ترضى الشعوب العربية بالمطلق بهذه المهاترات ولا ببيع قضية فلسطين، وهي ليست للبيع بالمطلق، ولا يمكن الرضوخ لكل ما يراد. نعم ربما اليوم هناك أنظمة خانعة على الشعوب العربية، لكن في المستقبل هناك تطلعات أكيدة، والبوصلة ستتحرك باتجاه ما تريده الشعوب. نعم. هو الذي سينتزعه. نعم هناك ملاحظة مهمة على أن الدور الإيراني كان وراء تثبيت إسرائيل في المنطقة، لأن إيران أو النظام الإيراني هو صنيعة إسرائيل في المنطقة من أجل إحياء الورقة الطائفية التي أشغلت الشعوب. نعم. عن القضية المركزية، هو الذي جعله أو دفع أو أخرج الاتفاقيات إلى العلن. لكن أسوأ وأخطر ما في الموضوع أستاذ عبد القادر أن الاحتلال سيكون الآن الكيان الغاصب رسميا داخل الخليج العربي، وهذا أمر خطير جدا قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في المستقبل في هذا الخليج، ولا سيما أن هناك حديث عن بعض الدول الأخرى التي ستلجأ إلى خطوة مماثلة لما فعلته الإمارات المتحدة، ولا أعرف متى سيكون ذلك، لكن هناك أحاديث وتوقعات من المراقبين بأن بعض الدول ستنضم إلى القافلة. من المعلوم تماما، لأنه كما أسلفت لك أن الرئيس الأمريكي ضاغط أن تكون هذه الورقة ضمن انتخاباته القادمة، ومعيب تماما أن تكون أنظمة الدول العربية هي مجرد دعاية إعلامية لحملات انتخابية للرئاسة الأمريكية. لذلك حقيقة ستلتحق أنظمة، وهو خطر كما أشرت إليه، أن يتواجدوا في الخليج، لكن هذه القضية ليست نهاية المطاف، فالعلاقات السرية أيضا كانت موجودة ولذلك اليوم تطفو على السطح، لكن هذا مؤشر تماما على أن الشعوب ستعتمد على نفسها في عملية أن يكون هناك ردع حقيقي في اتجاه كيفية التخلص من الكيان الصهيوني. يوم أن تعتمد أو يظن البعض على تبرير للأنظمة أنها يمكن أن تنتزع فلسطين من الكيان الصهيوني، يوم سرق يعني كشفت هذه الأوراق أنها لا جدوى لها، إذن ما كان هناك إلا أن تكون هناك قوة شعبية ربما ستظهر قريبا، هذه ستأخذ على دورها في الإعداد والتخطيط والاعتماد على نفسها، وهذا سيكون مؤشر إيجابي. لم تنفع محاولات الكيان الصهيوني، سواء من أول اعتراف في الأمم المتحدة لإيران بالكيان الصهيوني عام 1948 يوم كانت المعارك على أوجها بين العرب والإسرائيليين، اعترفت إيران بالكيان الصهيوني وبإسرائيل كدولة، وهي أول دولة تعترف بالكيان الصهيوني، لم تجدي هذه الاعتراف عام. نعم. وإلى هذه اللحظة حقيقة النظام الإيراني لم يسحب اعترافه من الأمم المتحدة، ثم التحق 13 دولة بالاعتراف. هذه القضية حقيقة لن تؤثر كثيرا على القضية الفلسطينية، لا سيما أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي الكيان الصهيوني هو يريد الوصول من النيل إلى الفرات، وبالتالي ما تقدمه إيران اليوم من تهجير في منطقة الرطب غرب الأنبار وفي مناطق أخرى حقيقة ما هو إلا لتمهيد لهذا المشروع. لكن الشعوب حقيقة وإن أشغلت بجراحها بسبب إيران والورقة الطائفية، حقيقة ستكون في المستقبل مستعدة لكل هذه النتاجات. وما حقيقة حدث من إفراغ الشعب العراقي والشعب السوري على وجه التحديد، من إفراغ الملايين من الكتلة الصلبة التي تساند فلسطين وهي متاخمة وقريبة على فلسطين والدول المجاورة وشعوب الدول المجاورة، ما كانت إلا هي خطوة للوصول إلى عملية التطبيع القبيحة في هذا الوقت. لكن هذه الأمور لن تنفع، لأن الضعف ليس هو معول أساسي لهذا الشعوب، ولن يكون طريقهم، هم يستعيدون عافيتهم، والأمور والأيام القادمة ستثبت عكس ذلك تماما، أن تخطيطهم سيبوء بالفشل وستنهض هذه الشعوب. والسنة والسنتين أو الثلاث سنوات ليس عمرا طويلا في حياة الشعوب، وإن كانت الخطوات التي يجريها الكيان الصهيوني وبعض الأنظمة متسارعة، لكن سيأتي الفرج قريبا بعضها. إلى مدى هناك تخوف من إلى أي مدى هناك تخوف من أن هذا التطبيع وهذه الاتفاقية تقود إلى مزيد من التعجيل بصفقة القرن، وبالتالي تصبح القضية الفلسطينية ولا سيما القدس والمسجد الأقصى المبارك في موقف خطر جدا خلال الفترة القادمة؟ من المؤكد تماما أن التسريع في عملية ضم القدس والغربي والشرقي للكيان الصهيوني هو محاولة لهدم المسجد الأقصى، وبالتالي عملية التسريع في عملية هذا التطبيع داخل هذه الدول القريبة ولا سيما العربية مع الكيان الصهيوني. نعم
يبدو أن الاتصال، يعني هناك عملية تعجيل في إنشاء أو هدم المسجد الأقصى، وتأتي هنا الخطورة من خلال عملية التسارع لإنتاج صفقة القرن الذي يريدها الكيان الصهيوني وتريدها الولايات المتحدة، لا سيما إدارة ترامب. لذلك هم يعلنون عن ضم أراضي أردنية وسورية ومصرية، وبالتالي يريدون إيجاد وطن بديل للفلسطينيين عندما يتم تهجيرهم من الضفة الغربية وغيرها من المناطق التي تريد أو يريد الكيان الصهيوني الاستيلاء عليها. وبالتالي صفقة القرن يراد تنفيذها بهذا الإطار من أجل أيضا دعم اللوبي الصهيوني لحملة ترامب الانتخابية القادمة. على هذا الأساس هم يمنون أنفسهم، لكن حقيقة الشعوب لن تسمح بهذه القضية، وستجد هناك تحركات أكبر وأوسع من هذه القضية، لأن الاعتماد على المقاومة الشعبية في عملية نهوض الشعوب سيكون هو الخيار الأصوب لهذه الشعوب، وبالتالي كل محاولاتهم ستبوء بالفشل. لكن خطورتها بالتأكيد كبيرة تماما على تهجير الشعب الفلسطيني الداخلي الموجود حاليا في الضفة الغربية وغزة وغيرها، وإيجاد مناطق أخرى التي حددتها صفقة القرن بأن يكون سيناء وطن بديل للفلسطينيين، أو قضاء الرطبة غرب الأنبار الذي تهجر ميليشيات الحشد أهلها من خلال التضييق عليها، أن يكون أيضا وطن بديل للفلسطينيين. كل ما يجري من صفقة القرن من تخطيطات هو بسبب أنهم يريدون التعجيل من خلال هذا التطبيع القبيح الذي يجري الآن والذي تتسارع عليه للأسف بعض الأنظمة العربية. أشكرك جزيلا الأستاذ عبد القادر النايل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، كنت معنا من عمان عبر سكايب.